سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قصة عجيبة بضن لنا صاحبنا هاي أستاذ سبري اللي يراهضه وقراص وماليات وكتاب عن تربية عرورة أبصو مالي وكوري أياها ماتو إيسو ديري كليب أو فيديو كليب كاسو حكاها ضايا قصة عجيبة بضن ونشاق وكاها ضايا لغدا في عربي الكتب ونحنقو عنكو كارسي دق دق إن ترجمه أب صومالي عنكو ترجمه أو مركاسي أن صومالي ذا ملك سيجوكت أب صومالي ذا أب صومالي كو هذا شو إن كارسيو حكمة وقد الله حاوحي حيت إن صومالي وعلى صوب حي دي بدأ على سوء آذي يضل لقو قصبين هاي تقال هذه اللي عيدرت هذا دتك سوء على الرأي أما قحوتي النقضي هي وحاد عضي انت من صوتنا كده عضي خصوي نوع سوك الامركة شاكان دونا لكن لبنا واد عاي والمهي نقار ايا بضق علي أما قالوا بي أما سكر النقضي لكن خير بضان ووجرا مركب نكا خير كإنان كفيري أو هو يسوى مالي القصة ده نكا الشيخة عن كده جيستي الشيخة ملق عيسى ناشا نقوم قرنين ما نقوص الشيخ قصبنا ما أهن ساقو حكاه الدعوة ده إنو فافيو لكن شيخة ده مركا المقلي وحيلا يقول لي إنو فافيو لابا يا أبو وين كو سوى مالي ده إنك استطيب أوسو قاري هذا نصو بحيتان كوضا إنو أسو بدلي صو بحيتان دعوة وهي قصة ده نحكو سوى إسلامي من عان أو رجل بيت كمفكرين تواوين كجرة ومغلي دونتان ومركي دمنا نغضي داعي هدي نكا سميق عيسى جوجل كو سميسان حد أكي سان إساقو دعوة فافيناي لكن قصة ده أبو ذا قلو وآه قصة كوبا نكا وحو ربي لبسي إنو سمي داد كمدو إسو مالي دان إنو كجس جيسو دين السلام كان إنه كوجش جاس صاصو الربيع مركو حو سميي حوغي حين تيسا وحو دحاي وحان ربا إنا سوق آدو نوعي بضن أو راشين وآد فرب بضن إنا تسوق قدو وابورك آد كبو حيسو كدبنا حديد حان آد أغو قيسو هو يسو ماريدو أدريس كان دقن وحايد هو يفقير و آد لقالاهان أطبرتران مر على مركي حق هينتا فرينتا سلا فري وي بحري سوق آدي وحي راشين أو معقولة يبا وحي كسوق حي راشين كآدو وبدنا راشين كعادي أيو أحا ونور ما ميدك راشين كي وي سوق آدي بوري جي أدريس كرسوسي الباب هي كراعبي قوف مدو أو صومالي أو يمدو أو صومالي أحقيا كفرت مركا فرينتا ميدين رميسترين وحكويري markaad siiso oo raashinka ka qaadato waxaad ku tiraahdaa raashinkan waxa ku soo diray sheydaan saas kule marka maamadii raashinkii marka la siiyay way guratay gurigii ka buuxisay markaasi markii wixii oo dhan guriga la geliyay ayaa haweentii xogaynta ay tahay dhahday maamo maba aadan i weydiin ruux ku soo diray maxaa dhacay وصوما هين إيه عيد أخذية إيسو دري هدية دان مركز ما مدي وحكو تري وحا مقوش أغا أنيغا ما في ريو وحا يا صو دري إيو يدفتي غان محوية هاي إيو وحا في ريا وحا ليرا دو قدرت إلهي قدرت إلهي وحواي هدو إلهي أرم كو قدره إنو كو سو ديبو حتى شايدانك و أدعا إلهي si sheegaasi lagugu keeno waad mahadsantaa intaas ku dhahad naagtu way la yaabtay
sababtoo ah fariinta ay sheegi lahayd maamadii alla ka hor dhacday, sababtoo ah fariinta waxay ahayd alaabtan sheedaan ayaa kuusoo dhiibay iyadoo rabta inay ku jeesto, iyadoo rabta fariinta ninkii mufakirka ahaa oo aqoonyahanka ahaa oo ingiriiska ahaa oo yurubiyanka ahaa jeesjeeskiisa inay gudbiso. Laakiin haweentii hooyadii Soomaaliyeed ayaaba ka hor degtay, waxay tiri ilaahay markuu shay kuu qadro uu kuusoo dhiibayo, xitaa shayaadiinta ilaahay adeecaan sheeg si lagugu keeno. Iyadoo yaabaray hadalkay qaaday ninkii u geysay, ninkii hadalkaasi oo ah qadarta macnaheeda oo ilan mufakir u ahaa aqoonyahan aada u fikira, mufakir waxaa la yidhahdaa dadka wax baarbaara, hadalkii uu ka fikiray diinta islaamku soo galay ninkaasi waxaa la dhihi jiray magaciisa hore Timothy Winter. Haddaad geliso Timothy Winter waa arkaysaa meel walba, isagoo xitaa dacwada faafanaya aad arkaysaa. Magaca hadda uula baxayn waxa waaye magac islaam ah ayuu la baxay oo Sheekh Muraad. Marka waxaan rabaa in dadka Soomaalida ah ay ogaadaan qisas badana waa hayaa oo halkan masjidka imaamka ka ahay dad anagoo isla baxnay oo dacwo faafinayno, dad dhalinyaro yaryar ah aan tababaray soo islaamiyey. Laakiin waqtiga munaasibka sheegi doonaa qisadan. Xikmadda ugu weyn waxa waaye kow, ilaahay dibadda wuxuu noo soo saaray dacwada inaan faafino, aan ku talagalno ama yaanan ku talagalin. Laba, dhib kastoo dhaco casaa takrahu shiian mahuwa khayru lakum, waxaa laga yaabaa inaad dhibsataan laakiin inay khayr ku jirto. Khayrka ku jira waxa waa nin oo caan ah, ninkaas oo kalaada Timothy Winter ayaa islaamkii waxaa gaarsiisay haween Soomaaliyeed oo